دماغي خليها تموت للشغله. لا انا اقول لحضرتك بس مثلا بس تعليق على مساله حد يجيب سيره العراق يتسجن، ده ما حصلش على الاطلاق في مصر. انا اقول لك حادثه حصلت قريب في انتخابات مجلس الشعب. استاذ عماد رشح نفسه لمجلس الشعب وكان حاطط يافطه من اجل رفع الحصار للعراق. اعلى اصوات او نسبه اصوات خدها عماد الجلده في مجلس الشعب. الشعب المصري مش محتاج اثبات لسبب واحد، الشعب المصري اصيل وسياده الرئيس احنا حميد. نعلم او الراجل بتاع الفول اللي بيبيع فول في حاره يعلم عشقك لمصر. عشان كده بس انا عايز اقول حاجه مفيده شويه في هذه الجلسه او نفسي انا اوصلها. في واجب زعامه عليك او مطلوب منك انك تقرب اكتر، محتاجينك تقرب اكتر لوعي الناس مش بس في مصر. انا سافرت في عواصم كثيره وحسيت هذا النبض. احنا محتاجين حضرتك تقرب اكتر، ما اعرفش ازاي، انا ما بتكلمش في سياسه، انما احنا محتاجين انك تقرب اكتر لحب الناس فيك. الله يخليك. هو فعلا زي الاستاذ محمد بيقول الشعب المصري فعلا بيعشق